طيب عايزين بقى ندخل مع حضراتكم في موضوع حلقتنا النهارده او مجموعه الاخبار اللي عايزين نتكلم معاكم عنها. اصدر الستار بالفعل على تحديد المنتخبات اللي تاهلت للمباراه الفاصله اللي ان شاء الله هتتلعب في شهر مارس القادم بنظام الذهاب والعوده طبعا لحسم التاهل للمونديال. المنتخبات اللي تاهلت حتى هذه اللحظه هي مصر، الجزائر، المغرب، مالي، نيجيريا، السنغال، الكونغو، غانا، تونس والكاميرون. ده اللي حصل لغايه دلوقتي. طبعا تاهل تونس ونيجيريا ضيع على منتخبنا الفرصه في انه يكون في التصنيف الاول، وبالتالي القرعه هتخلينا نقابل التقايل بقى حضراتكم، الجزائر او تونس او المغرب او السنغال او نيجيريا. ربنا يستر وان شاء الله خير باذن الرحمن. أيوة ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ويتولنا برحمته. ونرجع ونقول برضو ان كان على اللعيبه احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا وفي خبراتهم وفي روحهم القتاليه، ان كان على الجهاز الفني كل الكلام اللي داير طول الفترات الماضيه ان احنا بنتكلم او ان احنا بصدد مدرب مخضرم. احنا عايزين نشوف الخضرمه دي بقى مترجمه الخضرمه انجاز التعبير حلو، عايزين نشوف الخضرمه مترجمه بقى بصوره لعب حلو ونتائج مرضيه للجماهير.